درسنا اليوم هو المضاف إليه. في هذا الدرس سنتعرف على المضاف إليه وعلى المضاف، وأيضا سنقوم بحل أسئلة الدرس. اقرأ المثال الآتي ثم أجب. لا يتم حسن الكلام إلا بحسن العمل. هل أضاف كل من الاسمين الكلام والعمل توضيحا للاسم الذي جاء قبل كل منهما؟ ماذا نسميه؟ نعم، أضاف توضيحا ويسمى مضاف إليه. هنا الكلام والعمل وضح الاسم الذي جاء قبلهما، فهنا لا يتم حسن عندما قلنا الكلام، هنا اكتمل المعنى، إلا بحسن العمل، هنا العمل أكمل المعنى، المضاف إليه يكمل معنى الكلام. إذن لا يتم حسن الكلام، عندما قلنا الكلام هنا أصبحت الجملة واضحة، إلا بحسن العمل، هنا الكلمة هنا العمل وضحت لنا الجملة. دل على المضاف في المثال السابق ثم حدد محله من الإعراب. طبعا هنا المضاف هو حسن، وأيضا لدينا بحسن هنا أيضا مضاف، فالمضاف إليه يأتي قبله اسم، هذا الاسم يسمى المضاف، فهنا لا يتم حسن الكلام، فهنا حسن نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الكلام مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أجاء منونا أم غير منون؟ طبعا جاء غير منون، هنا لا يتم حسن، هنا جاء غير منون. جاء المضاف إليه اسما ظاهرا، ما حركة إعرابه؟ إعرابه هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن المضاف إليه اسم مجرور يوضح اسما قبله يسمى المضاف، ويعرب الاسم المضاف بحسب موقعه من الجملة. تدريب: حدد المضاف والمضاف إليه في كل من الأمثلة الآتية ثم أعربهما. اقترب موعد الامتحان، قضى 5 أعوام بعيدا عن وطنه. قال أبو العلاء المعري: إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. نلاحظ هنا اقترب موعد الامتحان، موعد هو المضاف، وهنا يعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف، الامتحان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أيضا قضى 5 أعوام، هنا 5 مفعول به منصوب، وأعوام مضاف إليه مجرور، فخمسة هي المضاف وأعوام مضاف إليه. أيضا إن حزنا في ساعة الموت، هنا ساعة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والموت مضاف إليه مجرور. أضعاف سرور، هنا أضعاف خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو أيضا مضاف، وسرور مضاف إليه مجرور. في ساعة أيضا هنا ساعة اسم مجرور وهو مضاف، والميلاد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة. كما نلاحظ بأن المضاف هو الاسم الذي يأتي قبل المضاف إليه ويعرب بحسب موقعه من الجملة، وأيضا لا ينون ولا يعرف بأل. اقرأ الأمثلة الآتية ثم أجب. خفاء عيب الإنسان عليه عيب كبير. حدد المضاف إليه في المثال الأول، هل جاء اسما ظاهرا؟ هل ظهرت عليه علامة الإعراب؟ هنا خفاء عيب الإنسان، هنا الإنسان هو المضاف إليه، وهنا جاء اسما ظاهرا،
وظهرت أيضا عليه العلامة، علامة الإعراب. إن الإنسان حين خفاء عيبه عليه خفيت عليه محاسن غيره. في كلمة عيبه في المثال الثاني ضمير متصل، ما المعنى الذي أفاده وما محله من الإعراب؟ هنا لدينا عيبه كما نلاحظ هنا في هذا المثال، هنا الهاء هي ضمير متصل في محل جر بالإضافة. طبعا نحن لدينا ضمائر النصب والجر المتصلة، وهذه الضمائر مجموعة في كلمة ناهيك، وهذه الضمائر عندما تتصل بالاسم تكون في محل جر بالإضافة. إنه حين خفي عيبه عليه خفيت عليه محاسن الآخرين. ما الذي سبق المضاف إليه خفاء في المثال وما دلالته؟ طبعا هنا سبق بحين، وهنا هذه الكلمة تدل على الظرفية الزمانية. ما محل جملة خفي عيبه بعد الظرف حين في المثال الثالث؟ هنا إنه حين خفي عيبه عليه، نلاحظ هنا هذه الجملة هي في محل جر بالإضافة. ما نوع المضاف إليه في المثال الثالث؟ أضمير متصل أم جملة وما السبب؟ طبعا هنا نوعه جملة، وهذه الجملة هي في محل جر بالإضافة لأنها سبقت بالظرف حين. طبعا لدينا قاعدة تقول تأتي الجملة في محل جر بالإضافة إذا سبقت بأحد الظروف، وأهم هذه الظروف إذا وكلما ولما ومتى حين. إذن يأتي المضاف إليه اسما ظاهرا ضميرا متصلا جملة إذا سبقت بظرف زمان أو مكان. تدريب: حدد المضاف إليه ونوعه فيما يأتي ثم أعرفه. يوم الجلاء هو الدنيا وزهوتها، لنا ابتهاج وللباغين إرغام. هنا لدينا الجلاء هو مضاف، إذن هنا لدينا الجلاء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ونوعه هنا اسم ظاهر. أيضا لدينا الضمير، هنا الضمير المتصل الهاء، وهو أيضا ضمير متصل في محل جر بالإضافة. اقرأ الأمثلة الآتية ثم أجب. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه، محمد صلى الله عليه وسلم سيد فريقي العرب والعجم، مسلمو العالم يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم. حدد الاسم المضاف في كل من الأمثلة السابقة. لدينا مكارم وفريقي وسيد ومسلمو. طبعا هنا جاء الاسم المضاف غير منون، وأيضا هو غير معرف بأل. أداء الاسم المضاف منونا أم غير منون؟ طبعا جاء غير منون. ماذا حذف من آخر كل من كلمتي فريقي ومسلم بعد إضافتهما؟ طبعا حذف حرف النون، وطبعا لأن القاعدة تقول الاسم المضاف هنا تحذف النون من الاسم المضاف إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. ما نوع الاسم المضاف من حيث التثنية والجمع؟ فريقي هنا مثنى، ومسلم هنا جمع مذكر سالم. إذن نستنتج بأن الاسم المضاف لا ينون ولا يعرف بأل، وتحذف النون من الاسم المضاف إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم. تدريب: اجعل الأسماء التي تحت كل منها خطا في الجمل الآتية مضافة، ثم أجري التغيير اللازم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل، لولا الهوى لم ترق دمع الحب على طلل الديار. هنا الكلمات التي تحتها خط، هذه الكلمات علينا أن نجعلها مضافة، أي أن نجعل بعدها مضاف إليه. فهنا في الجواب كما لاحظنا لولا الهوى لم ترق دمع الحب، هنا الحب مضاف إليه، وهنا دمع جعلنا هذه الكلمة هنا مضاف،
على طللي الديار. هنا طللي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو مضاف، والدياري مضاف إليه مجرور. عاد المشجعون من الملعب فرحين، تصبح عاد مشجعو كرة القدم من الملعب فرحين. أيضا هنا هذه الكلمة المشجعون علينا أن نجعلها مضاف، أي أن يأتي بعدها مضاف إليه، وهنا كرتي مضاف إليه مجرور. قرأت كتابين في النحو، تصبح قرأت كتابي المعلم في النحو. كما لاحظنا هنا في هذا المثال قمنا بحذف النون، لأن القاعدة تقول الاسم المضاف تحذف منه النون إذا كان مثنى. وكما أيضا هنا في هذا المثال كما لاحظتم حذفنا النون وأيضا حذفنا التعريف، لأن الاسم المضاف لا يعرف في ال، وإذا كان في الاسم المضاف نون فإننا نحذف هذه النون. عرف كلا من المضاف والمضاف إليه. إذن المضاف إليه اسم مجرور يوضح ويحدد اسما قبله يسمى المضاف، ويعرب المضاف بحسب موقعه من الجملة. يأتي المضاف إليه اسما ظاهرا أو ضميرا متصلا أو جملة مسبوقة بظرف زمان أو مكان. الاسم المضاف لا ينون ولا يعرف بأل، تحذف النون من الاسم المضاف إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم.